في البداية يا فندم، حابة يعني أعرف من حضرتك، شايفة قوة تأثير الإذاعة وأهميتها بالنسبة لينا إحنا كمصريين، شايفاها إزاي؟ إن كان في وقت اللي حضرتك عاصرتي فيه ودلوقتي، إيه الفرق؟ لا يعني هي الإذاعة ما زالت إن هي برضو مسيطرة على أي شيء آخر، لأن أنت عارفة طبعا الإذاعة بتمتاز عن أي وسيلة من الوسائل الأخرى بأنها بتغذي العقل، الوجدان، الخيال، بتسري الخيال، كل واحد بيتصورها زي ما هو عايز، بتبقى صديقة لكل إنسان في شغله، في العربية، في بيته، صحيح. غير أي وسيلة من الوسائل الأخرى إن أنت بتبقي عايزة إن أنت يعني تركزي معاه. لكن الإذاعة ممكن إن أنت تاخدي منها المعلومة سريعة جدا وأنت بتعملي كل حاجة في بيتك في شغلك. فطبعا الإذاعة ما زالت إن هي إن شاء الله مستمرة وهتستمر، هي المصدر الأساسي للمعلومات والثقافة. كلمة الريادة المصرية يا دكتورة هاجر جزء كبير جدا منها إذاعي. أيوة. يعني من سنة 34 منذ إنشاء أول إذاعة، إذاعة ماركوني، إذاعة حكومية مصرية، حتى الآن شاركت مصر عبر تاريخها في تشكيل الوجدان العربي، مش وجداننا بس، بالظبط، بالإذاعة. أيوة. نذكر أهم المحطات اللي حضرتك تذكريها. لا يعني مثلا نذكر في الحروب مثلا الإذاعة كان لها دور يعني مؤثر جدا جدا في وجدان المجتمع، سواء يعني من بدايات الحروب كلها، سواء 48، سواء 56، 73، كل ده كان له تأثير جامد جدا لدى المستمع، ما فيش شك. يعني كمان ان هي زي ما بنقول ان هي بتربي اجيال، وانها مؤثرها تأثير فعال جدا جدا لدى عقل المستمع، ما فيش شك. يعني ان هي بتشكل وجدانه وعقله، وكل ما بتدي ثقافة في الإذاعة كل ما بيكون يرتقي المستمع. يعني هنا دمشق، هنا القاهرة من دمشق، أو المواقف الخاصة بالإذاعي أحمد سعيد، طبعا، أو بصوت أهم المؤثرين فهمي عمر أبلفض، يعني أنا بتكلم في تاريخ العالم العربي مش في تاريخ مصر بس. طبعا، يعني مثلا كانوا من المؤسسين الأستاذ محمد فتحي، أحمد سالم، الأستاذ علي خليل، كل دول طبعا كان لهم تأثير قوي جدا جدا لدى المستمع، الأستاذ سعد لبيب، الأستاذة تمادر توفيق، مدام صفية المهندس، مدام سمية صادق، أبلة فضيلة، كل دول لهم تأثير وأكيد شكلوا وجدان يعني المجتمع ككل، مش المجتمع المصري فعلا ولكن المجتمع العربي عامة. يعني كل مثلا بتبص تلاقي أحمد سعيد كان يعني لما كان بصوته الرائع ده كان طبعا كان مؤثر في كل الدول العربية. صحيح. وبرامجه السياسية كانت مؤثرة جدا في الكلام اللي هو بيقوله.